انهم عملوا جهد جدا كبير مشكور عليه، ولذلك ابتدت اداره الماتم نظير هذا الجهد الكبير اللي عملوا في هذا الموسم موسم مصطفى الثالث ان تكرمهم. يتفضل سيد موسى، تفضل سيد موسى، سيد عطيه تفضل لتكريم الشباب اللي شاركوا في هذا الجهد الكبير. نبدا ب، وطبعا الرجاء من اللي يذكر اسمه ياخذ تكريمه ويبقى في على المنصه. سيد عطيه كلمه قد تجاوز دقيقه. السلام عليكم ابائي واخواني ابنائي، بارك لكم هذه المناسبه العظيمه. طبعا التكريمه الى الشباب الاشبال اليوم والليله هو بدايه الى معسكر تكريم باقي العاملين في المأذن الكوادر التي نفتخر بها. طبعا هو العينة نقدم لكم الليلة إن شاء الله، وباقي العاملين في الليالي الفائتة. وأشكرهم باسم المأذن باسم الحكومة، أشكرهم على هذا الجد، على هذا الجهد الكبير، وما هذا إلا تكريم رمزي. وهم إن شاء الله ثوابهم من الله سبحانه وتعالى وبينهم بيت عليه السلام. نشكر السيد عطية على هذه الكلمة بهذا الموسم الجميل الذي عشنا فيه الليلة الثالثة. هذا الاحتفال احتفال مولد الإمام الكاظم واحتفال مولد الإمام الصادق، وإن شاء الله ليلة غير احتفال بمناسبة مولد النبي صلى الله عليه وآله. سنخصص فقط النبي صلى الله عليه وآله، وبعده سيكون مولد ليلة الأربعاء. خلص لكم إنه يلا نبدأ بأول المكرمين وهو السيد صادق السيد حيدر. صلوا على محمد وآل محمد. وثاني المكرمين وهو ماجد محمد عبد الله. صلوا على محمد وآل محمد. بعد سيصادق موقف علشان صورة جماعية. ثاني المكرمين محمد مولى عبد الحسين علي. صلوا على محمد وآل محمد. محمد بالنيابة سيد حيدر تفضل. سيد حيدر، سيد أيمن تعال نيابة عن ابن مكتب. صلوا على محمد وآل محمد. الثاني عقيل جلال الحمل. طبعا عقيل تواجده دائما في المؤسسات في القرية. السيد ناصر السيد عادل. السيد عمار السيد حسين السيد إبراهيم. السيد علي السيد موسى السيد نعمة. بالنيابة سيد أمين أخوه محمد حسن موسى عبد الله. كما نشكر او شكر خاص من إدارة المأذن الى الاخ ناصر الحاج عبد الرحيم. طبعا نظير جهوده كما قال السيد عطيه البارحه في الامور الترتيبات الاوقاف التي حصلت. صلوا على محمد وآل محمد. طبعا الاوقاف التي عمل جهد فيها وهي تحصيل الديون التي اخذت الاداره في اثنين بعد علي الحاج او جعفر الحاج علي نور. صلوا على محمد وآل محمد. جعفر مهني تعالي
كذلك شكر خاص إلى الذي دائما معنا في كل الفعاليات ويوثق بالصورة وبالصوت وبالفيديو، الأخ محمد المبيطي. سيد هالي عنده شيء. سيد هالي قال ما عنده شيء. أفضل الصلاة.